الراديو 90 90 هواها مصري. المهم انا كنت دايما بحلم حلم وفعلا قعد فتره معايا. انا كنت فيه؟ لا، يبقى الحلم بتاعك فاشل. الحلم ده كان دايما بحلم ان انا بعمل حادثه، يعني سايق العربيه وبعمل حادثه واسناني كلها بتتكسر. يعني سنين كلها بعد الشر عليك يا ايمى، ربنا يخليك يا حسين. الله يخليك. وده بقى كان مثلا شبه اسبوعي، شبه يومين في الاسبوع. بس بقى لي فتره ما بحلمش بيه، لكن يعني بس العربيه سليمه الحمد لله. يعني دايما يعني ممكن حتى في حد قال انت ليه الناس يعني لقبتك بمنافس ابن سيرين، فقلت لا هي القصه مش كده. القصه ان انت زي انت ومن شويه قلت منام في سوشيال ميديا وكذا وكذا، افتحي الكتب القديمه مش هتلاقي كلمه لاب وتاب وكذا وكذا وكذا. المنامات كان زمان تقري في التفسيرات بتاعتها، الاسنان بالاخص، الاهل، الاسره، الام، الاب، الكلام ده كله. لا بالعكس، ساعات ممكن تكون الاسنان بتكون دلاله على الاهل والاصدقاء والاحباب. كل ما يحصل المقربين يعني. وخلل، يبقى خلل في العلاقات دي، سنة تقع، مش بالضروري فلان يكون مات، لا ده ممكن يكون مات بين موت معنوي بالنسبة لك، ان هو انا بقولك انا مت خلاص تبريني مت، فكان ما متش، موت معنوي. حاجة تانية، مش بالضروري الاسنان فقط هي بني ادمين. حد معاه عربية هتضيع منه، معاه مال هيضيع منه. انت بتقولي ما قلتيش السن وال والحاجات دي. لا ما انا بس حضرتك تعرف. لا انا قلت 18 سنه، انا قلت 18 سنه ما خدتش بالي. يعني طب دي اسناني كلها بتروح، يعني صحابي كلهم راحوا. لا ما انا اسمعيني، وفلوس. انا مصرفه جدا. مصرفه بالظبط. طيب قبل ما امشي اي 15 جنيه كده عشان اروح. المهم انت قلت كمان في جزئيه فاتتك، او يعني اللي هي القائد بقى عليها، اللي هي جزئيه الحادثه. الحادثه بالفعل اما حصلت لك في الحياه حادثه، بس مش بالضروري حادثه اخبط في عربيه والفانوس اللي ورا يتكسر وتتخانق مع سواق التاكسي 15 جنيه وبتاع. لا حادثه يعني انفصال مثلا. برافو. صدمه. حبيتي حسام، حسام عمل نفسه بيحبك. عايش حسام مره الموضوع ده. تعرف حد زي سلامه يعشمك بقى من يا حبيبتي وانت احسن واحده في الدنيا، هو اصلا يعني حد منافق في حياتي، انفصال، خسرت حد. طيب فالحادثه بعد اذنك، حادثه بالانجليزي تفتكريها اكسيدنت، يعني صدمة. هو ده الحادثة. الصدمة. فهمتيها؟ صباح الخير يا مصر. اكسيدون. طيب.